يا أهل غزة أنتوا صبرتوا قوي، والله لن يضيع الله صبركم. قال الله عز وجل بعد قصة أصحاب الكهف، ربنا بيقول إيه؟ إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. طب ليه إنا لا نضيع؟ أنت عارف ليه إنا لا نضيع هنا؟ لأن أي واحد هتحكي له عن سبع شباب سابوا الدنيا وما اتجوزوش وسابوا المال وتفرغوا للدعوة إلى الله، وبعد كده لما خافوا إن المجتمع يفتنهم راحوا عاشوا في كهف صخري، لا ناموا على سرير ولا كلوا لقمة دافية ولا اتجوزوا ولا خلفوا، في الآخر ماتوا. يقول لك يا عيني ضيعوا نفسهم، ضيعوا شبابهم. فربنا قال إن لا نضيع. اوعى تفتكر إن ربنا بيضيع جنوده، اوعى تفتكر إن ربنا بيضيع رجالته، اوعى تفتكر إن ربنا بيضيع اللي واقف على بابه. فالكلمة دي لأهل غزة دلوقتي، والله لن يضيعكم الله. انتوا في ازمه، بس انتوا في ازمه لان انتوا اللي بتصنعوا مستقبل الامه دلوقتي. نعم. انتوا في ازمه لان انتم الرحم والمخاض بقى بتاع الولاده. عارف الولاده لما بيبقى الاب واقف وبنته بتصرخ والام واقفه قلبها بيتفطر وجوزها واقف قلبه مفطور، وفجاه بقى اول ما نونه كده بقى يبدا يوقوق كله بقى يبدا يبكي من الفرحه وشايلينه. هو ده كده، انتوا دلوقتي في الام، بس الالام دي هي ثمن ايقاظ الامه كلها. اوعوا تستقلوا باللي انتوا فيه، اوعوا تستقلوا بثوابكم عند الله. يسرحون من الجنه حيث شاءوا. انتوا دلوقتي مقيدين في المخيمات ولكن والله العالم كله مذهول منكم. آلاف الناس بتسلم من الذهول بس من ثباتكم. ايه القرآن اللي اداكم انتوا؟ والبلد الطيب، انتوا بلد طيب، انتوا بلد صنعه القرآن. يا جماعه غزه كل بطولتها بسبب محفظ قرآن، بلد صنعها محفظ قرآن اسمه الشيخ احمد ياسين الله يرحمه. وما كان بدايته القرآن فنهايته في الدنيا المجد، ونهايته في الآخرة الفردوس الأعلى. زي ما ربنا كده افتتح سورة الكهف وقال الحمد لله الذي انزل على عبده الايه كده، فبدأت بالقرآن. نهايتها كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فاللي بدايته القرآن نهايته الفردوس الأعلى ونهايته المجد في الدنيا. فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أنا عايز أقول لأهل غزة، أنا جاي والله يا أستاذ عمر يعني ولا أكذب إخواني، يعني أنا كنت أتواصل معك امبارح وبتواصل يعني مع إدارة القناة. أنا عايز أجي، يعني أنا عايز أقول للناس دي حاجة والله يا جماعة. يعني أنا فعلا قلبي مفعم بمشاعر تجاه هؤلاء المواطنين، هؤلاء المسلمين والمسلمات. يا جماعة أنتوا فخر والله العظيم أنما أنتم في والله ثم والله ثم والله واصطفاء من الله. أنتم مصطفون أخيار عند الله الآن. والله حسيبكم ألا نزكي على الله أحدا فلا تقنطوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فما تيأسوش. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، وأنتم أصابتكوش مصيبة ولا 46 ألف مصيبة، ولا أنتوا يعني أصابكم ما لم يصب أحد ولسه واقفين على رجليكم، قالوا إنا لله، إحنا بتوع ربنا أصلا، يحصل اللي يحصل وإنا إليه راجعون، راجعين له فناخد ثوابنا منه. أولئك عليهم كأنها سحائب فوقهم تمطر عليهم الرحمات، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.